سامعين القرمشة؟ هتعملي لأطفالك أحلى بطاطس شيبس بدون زيت خالص في البيت، حاجة صحية. القلاية الهوائية رافال عملت الفراخ المقرمشة بدون زيت خالص، والله ما حطيت أي زيت خالص يا جماعة، والفراخ طالعة كده زي ما انتم شايفين. جايب لكم النهاردة بقى عرض جديد، بس ده مش أي عرض، ده عرض على القلاية الهوائية رافال الجديدة اللي بالحجم الجامبو طبعا بسعة 7.5 لتر، ومعاها بقى الهدية القيمة دي، معاها كبة رافال كمان. تعالوا نفتح كده ونشوف. بسم الله، كل دي المحتويات اللي جايه مع الكرتونه يا جماعه، وجاي معاها كبه هديه وكمان بوكس هدايا كامل. نخلي كده بوكس الهدايا على جنب لما نشوف القلايه الاول. واو، القلايه الهوائيه رافال، شايفين حجم القلايه قد ايه يا جماعه؟ بتاخد 7.5 لتر، تصنيع مصري 100%. تشيل كده الاكياس اللي جايه معاها. القلايه من جوه اهو يا جماعه، حجمها كبير وواسع، وممكن نحمر فيها كمان فرختين جنب بعض. ده اول بوكس جاي مع القلايه الهوائيه. درق كبه رافال ما شاء الله، اعتماديه جدا يا جماعه. اهو كل الحاجات بتاعه الكبه موجوده. طبعا بتيجي هديه مع القلايه الهوائيه، حاجه جميله قوي. طبعا بتيجي بموتور قوي، موتور الكبه معروف، كبه رافال حلوه جدا، انا استعملتها وبستعملها في كتير من الفيديوهات بتاعتي. طبعا دي الاوراق اللي بنستعملها مع القلايه الهوائيه، دي المحتويات اللي بتيجي مع الكبه. طبعا دي قشره الثوم، وسبونشه برضو مخصصه علشان تنظيف الاير فراير، وكمان بخاخه الزيت، كمان ورق الكب كيكس. عايز اقول لكم ان القلايه الهوائيه رافال عمليه جدا وموفره للزيت، طبعا ما بنستعملش زيت، وصحيه جدا على صحتنا. دي الحله الاولى، بتكون متفتحه كده زي ما انتم شايفين، ضمان 5 سنين على الحله. طبعا سهله التنظيف جدا جدا، بمجرد بالسبونشه دي هننظفها بكل سهوله. هناكل الفراخ المقرمشه في قلايه رافال من غير زيت يا جماعه، اهوت معايا 12 قطعه، حجمهم كبير زي ما انتم شايفين، وهننزل كده في القلايه الهوائيه. طبعا هتاخد كل كميه الفراخ بتاعتنا، ولو في اكتر من كده قطع كمان كانت هتاخد، لان هي بتاخد 7.5 لتر، وبدون اي زيت خالص. اتعمدت ان مش هحط اي زيت، هندخل كده على طول الحله بتاعتنا. بسم الله، في القلايه الهوائيه الديجيتال من رافال. نضغط هنا ونشغل على الفراخ اهو. تمام، حددنا الفراخ، هو مديني الاوبشن على طول، درجة الحرارة والوقت كمان المناسب لتسوية الفراخ، ونشغل. زي ما انتم شايفين صوتها هادي جدا، انا مش سامع لها اي صوت بصراحة، حاجة ممتازة جدا اهو. شايفين، بحاول اقرب المايك كده يا جماعة، صوتها يكاد يكون ان هو مش موجود اصلا. وتعالوا نفتح على الفراخ كده ونشوف تسويتها ولونها عامل ايه بعد ما عملناها في القلايه الهوائيه. بسم الله، شايفين ما شاء الله، شايفين واخده اللون الذهبي المثالي الحلو، وكمان مقرمشه بدون اي زيت خالص. عملنا الفراخ المقرمشه وطالعه شكلها خرافي، شايفين كل قطع الفراخ. القلايه الهوائيه رافال عملت الفراخ المقرمشه بدون زيت خالص، والله ما حطيت اي زيت خالص يا جماعه، والفراخ طالعه كده زي ما انتم شايفين، جميله جدا. نقطع كده الفراخ. بسم الله، شايفين الفراخ مستويه من جوه، حاجه عظمه، جميل جدا جدا. خدت التسويه المظبوطه في القلايه الهوائيه. بسم الله، ننزل كده بشويه من البطاطس الشيبس، ونسيبها بقى تعيش مع نفسها كده، وهنشوف شكل البطاطس هتطلع معانا شكلها عامل ازاي. نطلع كده البطاطس الشيبس ونشوف. بسم الله، واو، شايفين الجمال ما شاء الله يا جماعه. البطاطس الشيبس عملناها في القلايه الهوائيه رافال، وطالعه مقرمشه. سامعين القرمشه؟ هتعملي لاطفالك احلى بطاطس شيبس بدون زيت خالص في البيت، حاجه صحيه، باستخدام قلايه رافال. شايفين البطاطس وجمالها يا جماعه، ومقرمشه ازاي. في النهايه لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان اعرض لكم منتجات حلوه كتير. تحياتي ليكم.